اجتمع المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس اليوم الأحد 27 ديسمبر 2015 برئاسة السيد محمد الناصر لتدارس خارطة التاريخ التي قدمتها لجنة 13 المكلفة من طرف الرئيس المؤسس للحزب، وبعد النقاش حول الوضع الحزبي والمستجدات السياسية واستعدادا لإنجاز المؤتمر الوطني الأول التوافقي للحزب يعلن ما يلي: أولا، يتبنى خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة باعتبارها تمثل الإطار العملي لإنجاز مؤتمر توافقي تمهيدي أول ينقذ الحزب ويحافظ على وحدته بالاستناد لمبادئ الديمقراطية والتوافق والتمثيلية، ويعد لمؤتمر انتخابي في جويليا 2016. ثانيا، يثمن الدور البناء الذي قامت به اللجنة بكامل أعضائها ولا سيما رئيسها من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى الصيغة التوافقية التي تعكس روح التجاوز وإعلاء مصلحة الوطن. ثالثا، يعبر عن ارتياحه للقبول الذي لقيته خريطة الطريق المقترحة في الأوساط الحزبية ولدى قواعد وأنصار الحركة، مما يحفز على إنجاز المؤتمر الأول بروح عالية وإنجاح المحطة القادمة. رابعا، يؤكد على ضرورة مواصلة الحوار الأخوي ورعاية روح التعاضد بين كافة المناضلات والمناضلين باعتباره الشرط المطلوب لتنظيم المؤتمر التوافقي وإنجاحه بإفراز قيادة سياسية تحظى بالشرعية والكفاءة وبمساندة القواعد والمناضلة والهياكل الجهوية والمحلية والرأي العام الوطني. خامسا، يعبر عن اقتناعه بأن المؤتمر القادم سينجز المهمات التنظيمية والسياسية الاستعجالية وفي مقدمتها وضع الخطة السياسية المستقبلية لتوضيح الرؤية على قاعدة المبادئ والأهداف التي من أجلها بعثت حركتنا وإعداد حزبنا لمؤتمر انتخابي يؤهله لمواجهة الاستحقاقات القادمة. سادسا، يوصي بأن يكون المؤتمر القادم فرصة لفتح نداء تونس حتى يستقطب المزيد من الطاقات الشبابية والكفاءات التي يزخر بها مجتمعنا ويفعل من جديد نهج الإدماج والتجديد والانفتاح على كافة النخب والشرائح الاجتماعية. سابعا، يدعو كافة نواب الحزب إلى الحفاظ على وحدة الكتلة النيابية وتماسكها صونا لمكانة الحزب وموقعه المتقدم في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية للدولة. ثامنا، يعلن تجنده الكامل والفوري للعمل مع الجميع نساء وشبابا ورجالا من أجل دفع مسيرة البناء التزاما بفلسفة التأسيس باعتبارنا ورثة حركة الإصلاح والتنوير متعهدين بمبادئ الثورة انتصارا للخيارات الوطنية في التحديث والتقدم كما أرادها الرئيس المؤسس الأستاذ الباجي خالد السبسي. تاسعا، يعلن المكتب التنفيذي تبنيه لقرار الهيئة التأسيسية بتفويض الصلاحيات الكاملة للجنة 13 إلى حدود إعداد وتنظيم المؤتمر الأول ومنحها كل السند القانوني والمالي لذلك. عاشت تونس منيعة أبد الدهر، عاش حزب حركة نداء تونس حزبا قويا وموحدا، وإن إنقاذ حركة نداء تونس من إنقاذ تونس. وشكرا.